المعارضة السورية تشارك بجنيف بعد تعهدات بتحقيق المطالب الإنسانية. الناتو يكشف سعي داعش لشن هجمات بحرية انتحارية انطلاقا من شمال ليبيا. وفيروس زيكا يثير الذعر العالمي وشركة الدواء تتسابق لابتكار لقاح مضاد. مساء الخير مشاهدينا، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من استوديو الآن، نقدمها لكم مباشرة من دبي ونبدأها بالملف السوري، حيث يصل مساء اليوم وفد الهيئة العليا للمفاوضات الذي يمثل أكبر تجمعات المعارضة السورية يصل إلى جنيف للمشاركة في المحادثات التي بدأها المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان ديمستورا يوم أمس. وليس من المتوقع أن يجري الوفد أي لقاءات قبل يوم الاثنين بحسب ما أعلن المكتب الصحفي للمبعوث الدولي في جنيف. وكانت الهيئة العليا للمفاوضات قد قررت المشاركة في المحادثات بعد أن أكدت في بيان تلقيها ضمانات فيما يتعلق بتنفيذ القرار الدولي 2254 خاصة فيما يتعلق بالوقف الفوري للعنف ورفع الحصار وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات للمدنيين المحاصرين. قال المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا إن هناك 14 منطقة محاصرة في سوريا يجب أن تصل إليها المساعدات، مؤكدا أن وفد المعارضة السورية سيصل إلى جنيف يوم الأحد المقبل. أضاف ديمستورا خلال كلمته بمؤتمر صحفي أن مفاوضات جنيف ثلاثة ستبحث إلى جانب الحل السياسي الوضع الإنساني في سوريا، مؤكدا أن وفد المعارضة السورية سيحضرون اجتماعات جنيف ثلاثة. مشاهدينا، ستكون لنا وقفة في سياق هذه النشرة لمتابعة تطورات ملف المفاوضات السورية من جنيف. من جهة أخرى، أدان مجلس الأمن الدولي التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الرضا داخل حي محاسن في محافظة الأحساء شرقي المملكة العربية السعودية، والذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 36 آخرين بحسب بيان وزارة الصحة السعودية. أعرب أعضاء المجلس عن تعاطفهم مع أسر ضحايا الهجوم وقدموا تعازيهم للحكومة السعودية. وأكد البيان أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة. تبنى تنظيم داعش الهجوم الانتحاري بسيارة مفخخة الذي استهدف نقطة أمنية في حي كريتر بعدن. وأفادت مصادر أن أفراد نقطة تفتيش الأمنية اكتشفوا السيارة أثناء محاولة عبورها وحاولوا السيطرة عليها، ما اضطر سائقها لتفجيرها. وتأتي العملية بعد يوم واحد من استهداف بوابة القصر الرئاسي في عدن بسيارة مفخخة في عملية أوقعت عددا من القتلى والجرحى وتبناها داعش أيضا. أكد المتحدث باسم قوات التحالف الدولي ضد داعش ستيف وارن أن معركة استعادة الموصل لن تبدأ قبل عدة أشهر، وتحدث المسؤول العسكري عن تدريب 20,000 مقاتل في العراق لمحاربة داعش. قمنا حتى الآن بتدريب نحو 20,000 مقاتل من القوات العراقية، لم تشمل قوات الشرطة، ولكننا دربنا عددا من أبناء القبائل التابعة للعشائر السنية. وما نقوم به الآن هو بالتحديد إعداد هذه القوة التي ستتحرك مستقبلا لخوض معركة استعادة الموصل من قبضة داعش، ولكننا لم نحدد حتى الآن عدد هذه القوة، ونعتقد أنها ستكون بشكل مبدئي نحو 10 ألوية. وكما تعلمون أن نحو 2000 إلى 3000 هو عدد القوة التي يتألف منها اللواء، وهذا رهن الحاجة. حذرت الحكومتان الألمانية والإيطالية من فشل اتفاقية شنغن لحرية الحركة والتنقل بين دول الاتحاد الأوروبي بسبب الصعوبات التي تواجه الدول الأوروبية على حدودها الداخلية على خلفية أزمة اللجوء. وفي مؤتمر صحفي مشترك جمعه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، قال رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينسي إن تخلي أوروبا عن اتفاقية شنغن يعني تخليها عن نفسها وعن أحد أهم الإنجازات التي حققتها في العقود الماضية على حد تعبيره. لقي 33 مهاجرا على الأقل مسرعهم اليوم في حادث غرق جديد في بحر إيجي عندما انقلب المركب الذي كان يقلهم من تركيا إلى جزيرة يونانية.
أغلب الضحايا مهاجرون قادمون من سوريا ومن أفغانستان وبورما، وكانوا يحاولون الوصول إلى جزيرة ليسبوس انطلاقا من السواحل التركية. نفى اللواء عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات التي تتولى إدارة المطارات الإقليمية ما تداولته وسائل إعلام روسية بتورط أحد العاملين بمطار الشيخ أو مطار شرم الشيخ في حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء أواخر أكتوبر تشرين الأول الماضي. وكانت مصادر قريبة من التحقيقات ذكرت أن هناك اشتباها بضلوع فني يعمل في شركة مصر للطيران بهذا الحادث، قائلة إن الفني زرع قنبلة على متن الطائرة، مبينة بأن الفني ألقي القبض عليه وأن له قريبا انضم لتنظيم داعش في سوريا. أعلنت إيران عزمها شراء 40 طائرة من نوع ATR للمسافات القصيرة والمتوسطة، وفق ما أعلن نائب وزير النقل الإيراني أصغر فخرية كاشان على هامش زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني الأخيرة إلى باريس. أصغر فخرية قال إن إيران تحدثت مع المسؤولين عن شركة ATR الفرنسية الإيطالية المشتركة، وإن مسؤولين من الشركة سيتحولون قريبا إلى طهران لمناقشة المشروع وإنهاء الصفقة. فقرات السجل الآن مستمرة مشاهدينا، بعد قليل سنعود لنتحدث عن الأزمة الإنسانية في مضايا ووفاة 16 شخصا جوعا منذ إدخال القوافل للإنسانية. تطورات الأوضاع كلها مشاهدينا سنتابعها بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. قال جنادي جاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي إنه لا شروط مسبقة بشأن محادثات جنيف. أوضح جاتيلوف الذي يتوجه إلى جنيف لحضور المحادثات أن مبعوث الأمم المتحدة أو مبعوث الأمم المتحدة للسلام الخاص بسوريا ستيفن ديمستورا اعتزم دائما إجراء محادثات غير مباشرة وهو الحديث مع وفد تلو الآخر. هذا وأعلن وفد المعارضة السورية أنه سيتوجه اليوم إلى جنيف بعد تلقيه ضمانات أمريكية تتعلق بالمطالب الإنسانية وهيئة الحكم الانتقالي، لكنه أكد أنه لن ينضم إلى المفاوضات التي بدأت يوم الجمعة برعاية أممية قبل تنفيذ تلك المطالب. من جانبه قال وزير الخارجية الفرنسي لورون فابوس إن محادثات السلام المنعقدة في جنيف بهدف إنهاء الحرب السورية المستمرة منذ 5 أعوام يجب أن تضمن حدوث انتقال سياسي. وقال فابوس في بيان إنه لابد من احترام القانون الإنساني والسعي بجدية وراء تحقيق هدف حدوث انتقال سياسي كي تنجح المحادثات. عبر الأقمار الصناعية مباشرة معنا من جنيف الصحفي والمحلل السياسي عمر الكوش. أهلا بك معنا سيد عمر. إذن المعارضة السورية قررت إذن التوجه إلى جنيف بضمانات أمريكية وأممية، من خلال تواجدك هناك، من خلال التقائك ببعض المسؤولين المشاركين، ماذا يجري على طاولة المفاوضات إن كانت التي بدأت يوم أمس أو التي ستبدأ بعد حضور الوفد السوري المعارض بالكامل؟ أهلا بكم وبالسادة المشاهدين. الحقيقة يعني اليوم نحن في انتظار وفد المعارضة السورية الذي سيصل بعد يعني ساعات قليلة وربما أقل. الوفد كما يعني أعلن أنه توجه إلى جنيف بناء على ضمانات قدمها الطرف الأمريكي وأيضا قدموها بعض أصدقاء سوريا، وهذه الضمانات خاصة تتعلق بالجانب الإنساني يعني بما فيها فك الحصار عن المناطق المحاصرة وأيضا إدخال الأغذية والأدوية والمساعدات الإنسانية، وأيضا هناك مطالب تتعلق بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وطبعا بوقف إطلاق النار. ديمستورا وأيضا الأمين العام للأمم المتحدة الحقيقة قدما يعني تطمينات بهذا الجانب، والولايات المتحدة الأمريكية تولت يعني تقديم ضمانات، لذلك نحن ننتظر هذا الوفد الحقيقة كي نرى ما هي الآفاق هذه المفاوضات. وأيضا الحقيقة الوفد قدومه إلى جنيف مشروط، بمعنى أولا سيلتقي غدا، من المتوقع أن يلتقي غدا السيد ستيفان ديمستورا وسيتباحث معه في ماهية الضمانات وكيفية تنفيذ الشروط المطلوبة التي نص عليها القرار 2254 خاصة في بنديه 12 و13، وبالتالي على بناء على هذه المفاوضات أو هذه المباحثات مع ديمستورا
هل سيبدأ بتنفيذ فعلا النظام سيبدأ بتنفيذ هذه المطالب الإنسانية أم لا؟ ال 48 ساعة القادمة يعني الحقيقة ستكشف مدى نية النظام وما مدى الضغط الدولي الذي يمكن أن يمارسوه طبعا الرعاة الرعاة الكبار لهذا المؤتمر. وبالتالي اليوم الحقيقة هو يوم انتظار لا أكثر ولا أقل. طيب سيد عمر، أيضا أظن أنه السيد أحمد كامل الصحفي سينضم إليك الآن للحديث أكثر ربما عن الكواليس، عن ماذا ينتظر المعارضة وعن الأجندة التي ستشمل طاولة المفاوضات، تفضل. نعم بالفعل معنا الزميل والكاتب والصحفي أحمد كامل. الأستاذ أحمد، ما هي الحقيقة، ماذا ننتظر؟ هل ننتظر فقط قدوم وفد المعارضة؟ ما هو، ماذا يدور في الخلفيات، ماذا يدور في الكواليس؟ يعني أضئنا على هذا الجانب. حصل تطورات كثيرة، تغيرت كثير من الأمور، تحققت للوفد المعارض الكثير من المطالب حتى قبل حضوره. تم استبعاد صالح مسلم وحزب الاتحاد الديمقراطي، تم استبعاد فكرة الوفد الثالث، ما في وفد ثالث، لم ينجح ديماستورا ومن وراءه لا في إدخال المعارضة الهزلية القائمة الروسية لا في قلب المعارضة ولا كوفد ثالث، وأيضا لم يستطيعوا اللعب في الوفد المعارض، لم يتم استبعاد لا محمد علوش ممثل جيش الإسلام ولا العقيد أسعد الزعبي ممثل الجيش السوري الحر. هذه أمور جيدة جدا. والنقطة الرابعة والأخيرة التي كانت عقبة أمام حضور المعارضة، تم تقديم تعهدات دولية بأنها سوف تشهد تغييرا على الأرض في اليومين القادمين أو اليوم أو بكرة، وهناك معلومات لدي بأنه هناك شاحنات توجهت الآن إلى مضايا لتنفيذ ما اتفق عليه، ما تعهدت به الولايات المتحدة والأمين العام المساعد للأمم المتحدة ودول أخرى صديقة وحليفة للشعب السوري. هناك تغيرات بالموقف الروسي، يعني هذا على الأقل قبول الوفد المعارض كما هو، يعني إلى ماذا يمكن أن نرد هذا التغير بالموقف الروسي؟ هذا نجاح للوفد المعارض، هذا نجاح للسيد رياض حجاب. وفد المعارضة والهيئة العليا للمفاوضات تؤدي أداء جيد جدا وحققت الكثير من الإنجازات، وأنا أتوقع منها المزيد، وهي تحظى ب يعني دعم شعبي. الشعب السوري فقد ثقة بالمعارضة، الآن يستعيد هذه الثقة، ولدينا الآن قيادة للمعارضة، قيادة جدية، قيادة مسؤولة، وفيها رجال دولة، وهذا يحصل للمرة الأولى. على ماذا عولت المعارضة؟ يعني مثلا هل هناك يعني ما يمكن أن تستند إليه حتى تأخذ هذا الموقف الصلب؟ لأنه لا معنى للمفاوضات أبدا بدون حضورها. الصورة قبل وصول وفد المعارضة كانت هزلية إلى حد كبير، كنا نتحدث أو نتوقع أن يتفاوض وفد النظام مع السيدة رندا قسيس على وقف اطلاق النار وعلى مكافحة داعش، هذا شيء هزلي إلى أقصى درجات الهزل في موقف يعني لا يجوز فيه الهزل، في مئات القتلى والضحايا والشهداء، في بلد يدمر، في خطر على المنطقة، في خطر على العالم أنه تتحول سوريا إلى قاعدة متقدمة وصلبة للإرهاب وأشد أنواع التطرف. هذا موضوع في غاية الجدية ولا يجب أن يعامل بالطريقة الهزلية التي يتعامل بها السيد ديماستورا ومن ورائه الروس. يعني هناك طبعا تعودنا أن الضمانات الدولية يعني لا يمكن الجزم بأنها يمكن أن تتحقق أو يمكن أن تنفذ، هل نتوقع أيضا في جنيف 3 نفس الأمر؟ تماما، هي معركة بدأها الشعب السوري ولكنها ليست معركة تنتهي بساعة لا بنصر ولا بهزيمة. المعارضة قررت أن تدخل المعركة السياسية وهذا تصرف مسؤول، هي مفروض عليها أن تحاول بكل السبل تحقيق حقوق الشعب السوري بالطرق السلمية وغير السلمية، ولكن ما في أوهام عند المعارضة السورية وما في أوهام عند الشعب السوري ولا يتوقع الكثير. شكرا للكاتب والصحفي أحمد كامل، كنت معنا، شكرا لك. إذن نحن الحقيقة سننتظر غدا اجتماع السيد ديماستورا مع وفد المعارضة، والآمال معلقة على هذا الاجتماع، هل سينعقد جنيف 3 أم أن الأمر سيتوقف عند فقط مباحثات الغد ما بين وفد المعارضة وما بين وفد النظام؟ أشكرك جزيلا عمر الكوش الصحفي والمحلل السياسي، وشكرا جزيلا أيضا لضيفك الصحفي أحمد كامل، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية مباشرة من جنيف. قالت مصادر سورية معارضة إن زعيم جبهة النصرة في سوريا حاول دون جدوى خلال اجتماع
عقد في الآونة الأخيرة إقناع الفصائل المنافسة بالاندماج في وحدة واحدة، مبديا استعداده حتى بتغير اسم جماعته دون فك ارتباط النصرة بالقاعدة. وبينت المصادر لوكالة رويترز أن قادة الفصائل خرجوا من الاجتماع دون اتفاق، وأن الأجواء كانت متوترة. وبين أعضاء في فصائل مسلحة بأن الرفض جاء بسبب التخوف من مشروع النصرة للهيمنة على الأرض، وأنهم سينضمون إلى ما يسمى بالجهاد العالمي، وهذا شيء يتعارض مع الثورة التي لن تخرج عن حدود سوريا. المراقبون توقفوا عند توقيت وخلفية مبادرة الجولاني التي تدفع أيضا لطرح سلسلة تساؤلات. ماذا يعني إذن اقتراح الجولاني التنازل عن زعامة جبهة النصرة؟ وهل فعلا استشعر بالخطر المحدق بجبهة النصرة من خلال تصدعات داخلية متوقعة؟ دعا الجولاني زعيم جبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة في سوريا، دعا لاجتماع ضم فصائل جيش الفتح أحد أكبر التشكيلات العسكرية على الأرض السورية. الاجتماع كان لطرح مبادرة من الجولاني هدفت إلى توحيد فصائل جيش الفتح ضمن فصيل عسكري موحد بقيادة واحدة ومجلس قضائي مستقل ومجلس شورى تكون قراراته ملزمة للجميع. المبادرة ارتكزت على أسس أهمها تحكيم الشريعة الإسلامية في مناطق النفوذ ورفض العملية السياسية، فضلا عن حماية المقاتلين المهاجرين ومنحهم حقوق المواطنة. وأعلن الجولاني في الاجتماع استعداده للتنازل عن زعامة جبهة النصرة ومسماها الحالي في سبيل الاندماج. ولقت مبادرة الجولاني ردودا متباينة من فصائل جيش الفتح، فقسم نبدا الموافقة المبدئية وقسم لم يعطي موقفا واضحا، بينما اشترطت فصائل أخرى أهمها حركة أحرار الشام فك ارتباط النصرة بالقاعدة، الأمر الذي رفضه الجولاني مقترحا أعلن عدم ارتباط المجموعة الجديدة بأي جهة خارجية من دون التدليل على القاعدة. ولا تزال المفاوضات عالقة بين النصرة والفصائل الأخرى المصر على إعلان النصرة فك ارتباطها بالقاعدة شرطا أساسيا للمفاوضات. تفاصيل الاجتماع وتداعياته سربتها قبل أيام مصادر مقربة من النصرة، وتؤكد أن رفض الجولاني لفك الارتباط بالقاعدة نابع من تخوفه من خسارة مقاتلي غير السوريين الذين يرجح انضمامهم إلى داعش بعد تفكك النصرة. عدا عن ذلك، يرى محللون مطلعون أن تركيز الجولاني على حماية المهاجرين ومنحهم حقوق المواطنة ناجمان عن تصدعات داخلية بدأت تعصف بالنصرة في ظل تزايد نفوذ المقاتلين الأجانب وحرفهم للنصرة بعيدا عن طابعها السوري الذي طالما ادعت التمسك به. أفادت منظمة أطباء بلا حدود أن سكان بلدة مضايا السورية المحاصرة يموتون جراء الجوع على الرغم من تأمين المساعدات لهم عبر القوافل الإنسانية، متهمة النظام والقوات المولية له بمنع وصول الإمدادات الطبية الطارئة. وأفاد العاملون في مجال الصحة المدعومون من المنظمة داخل مضايا أن 16 شخصا توفوا منذ وصول القوافل الإنسانية الثلاث في وقت سابق من هذا الشهر. منظمة أطباء بلا حدود قالت إن من ما بين مليون ومليون ونصف مليون شخص ومليوني شخص يعانون الحصار الذي يفرضه التحالف المدعوم من قبل النظام السوري ومجموعات المعارضة على حد سواء في كل أنحاء سوريا بحسب تقرير منظمة أطباء بلا حدود. عبر الهاتف معنا سمير علي عضو المجلس المحلي لبلدة مضايا، أهلا بك معنا سيد سمير. التقرير يتحدث إذن عن وفاة 16 شخصا، هل سجلت وفيات جديدة؟ ما الحالة الطارئة أيضا جراء نقص الغذاء والمستلزمات الطبية لديكم؟ وكيف هو الوضع في مضايا؟ نعم سيد سمير معنا؟ يبدو إذن مشاهدين أننا فقدنا الاتصال، سنحاول الاتصال به في سياق فقرات استوديو الآن. يرزح إذن الألاف في غوطة دمشق الشرقية المحاصرة تحت خطر الموت والأمراض المعدية بسبب منع قوات النظام إدخال اللقاحات الأساسية منذ عدة أشهر، حيث كانت آخر دفعة من اللقاحات قد دخلت إلى الغوطة الشرقية في يوليو تموز الماضي. وبحسب شعبة دوما التابعة لمنظمة الهلال الأحمر فإن تلك الدفعة لم تكفي سوى أقل من نصف الأطفال المحتاجين للقاحات، وأكدت المنظمة في بيانها انتشار أمراض
كالسل وأيضا التهاب الكبد بسبب عدم حصول المرضى على اللقاحات اللازمة ونفاد الكميات الموزعة خلال الأشهر الماضية على مستوصفات وعلى مراكز الغوطة. فقرات استوديو الآن مستمرة مشاهدينا فيها بعد قليل. جرائم داعش في الموصل بعد عام ونصف من الاحتلال. أهلا بكم من جديد. في الموصل العراقية بدأت حملة أطلقها الناشطون مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي تسلط الضوء على انتهاكات داعش بالمدينة وتكشف حقائق التنظيم الإجرامي نقلا عن الأهالي هناك الذين رووا يوميات جوعهم ورووا أيضا وحشية وسوء الواقع الخدمي في مدينة الموصل حاليا تحت ظل حكم داعش. يقوم داعش يوميا بسرقة ممتلكات المواطنين بزعم أنهم إما كفار أو مرتدين أو لم يبايعوا الخليفة ليطلب منهم بعدها دفع مبالغ مالية لاستردادها، كما يتم مصادرة منازل أهل الموصل وطرد ساكنيها بحجج واهية منها عدم البيعة أو التخاذل عن نصرة دولة الإسلام كما يسمونها وغيرها من التهم، إضافة إلى اعتقال شباب الموصل وتعذيبهم وإجبارهم على هدم شواهد عدد من القبور قبل أن يتم الحكم عليهم إما بالإعدام أو بإطلاق السراح. حكم داعش الموصل ولمدة سنة ونصف السنة تسبب أيضا بنزوح 1.5 مليون شخص من المدينة وبإعدام أكثر من 6000 مواطن من سكان الموصل وضواحيها. تسبب أيضا بمصادرة أكثر من 650 منزلا بتهمة الردة وترك أرض الإسلام. أيضا تسبب بمصادرة أموال المواطنين تحت مسميات الزكاة والضرائب والرسوم التي استولى من خلالها داعش على نحو 23 مليون دولار، ارتفاع الأسعار إلى معدلات خيالية، وأيضا توقف المدارس والجماعات عن العمل. تسبب أيضا بهدم أكثر من 72 مسجدا وعشرات من المعابد التاريخية، إضافة إلى إفلاس المدينة وانهيار البنية الاقتصادية فيها وفرض الإقامة الجبرية على كل المواطنين ومنعهم من الخروج من المدينة. عبر سكايب مباشرة من أربيل ينضم لنا مسؤول إعلام الحزب الديمقراطي الكردستاني في الموصل السيد سعيد ماموزيني. سيد سعيد مساء الخير، أهلا بك معنا. التقرير الذي استعرضنا قبل قليل يشمل لنا ممارسات داعش إجرامية في الموصل بحق الأهالي، لكن أيضا يصلكم بعض الشواهد بعض التوثيقات من الأهالي في الموصل في الداخل، ما هي فضلا عن ما ذكرناه إذن في التقرير؟ طبعا مثل ما ذكرتم في التقرير، هذا الظلم وأكثر من هذا الظلم داعش الإرهابي يقوم بها أمام أهالي مدينة موصل. يومية يهاجم البيوت، ينهب البيوت، ويومية يعدم أناس، والآن يوجد ظاهرة الجوع. اليوم 19 نفر ماتوا من الجوع من أحد المستشفيات في مدينة الموصل، وسعر الأغراض وسعر كل أشياء غالية جدا، وسعر كيلو سكر اليوم قالوا لنا بأن أكثر من 5 دولار، وهذا سعر طبعا غالي جدا بالنسبة لأهالي مدينة موصل الذين هم كلهم عاطلين عن العمل بسبب تصرفات السوء لداعش الإرهابي داخل هذا المدينة الجميلة. وهذا المدينة أصبح جهنم بسبب سوء تصرف داعش الإرهابي، بسبب طبعا هجوم على الناس، إلقاء القبض على الناس، و يراقبون تصرفات الشخصية لناس، وطبعا حتى الراديو أكثر من موج ممنوع في مدينة موصل، الستلايتات ممنوع في مدينة موصل، لا يوجد شبكة الهاتف النقال، وأي واحد إذا يتصل بخارج مدينة موصل ويشوفونه طبعا يمسكونه وبعد يعدمونه أمام أناس، وأيضا
من النساء بوحده ليس قادر أن يطلع داخل المدينة أو يفتر داخل المدينة، وحتى كثير من الأهالي يخافون أن يرسلوا بناتهم إلى المدارس بسبب إن نعم داعش يأخذهم للنكاح الجهاد. وكل الظلم التي يوجد في مدينة موصل ليس شافها في أزمنة التاريخ، في طول طيب التاريخ سنراها في مدينة موصل بهذا طيب الشكل. أستاذ سعيد، الأشخاص الذين صدقوا يوما ما يدعيه التنظيم، الأشخاص الذين ربما جلسوا تحت حكمه لمدة معينة إن كان برضاهم في ذلك الوقت أو مجبرين، الآن يعني ماذا يقولون؟ هل لا يزال هناك بعض الفئة التي تصدق ادعاءات أكاذيب داعش، أم أن داعش خسر حتى من صدقوه يوما ما؟ طبعا في بادئ الأمر عندما جاء داعش الإرهابي أكثر من 70% من أهالي مدينة موصل استقبلوا داعش في بادئ الأمر، أما يوم بعد يوم الناس أبعدوا عن داعش وهم منفرين من تصرفات الداعش، والآن يمكن إحصائية صار على العكس، الآن أكثر من 60% من أهالي مدينة موصل أو 70% لا يريدون سلطة داعش الإرهابي على مدينتهم، لأنه هذا السلطة أهالي مدينة موصل خاسرين في كل النواحي. إذا الآن أنت تريد تبني مدينة موصل، يريد 20 سنة أو 50 سنة أن تبني الخراب التي قام بها داعش الإرهابي داخل هذا المدينة، يعني نعم. ما 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 باقي أي أي طيب أي أي مكان لا تشوف فيها خراب ولا تشوف فيها ظلم داعش الإرهابي على هذا المدينة الجميلة. طيب سيد سعيد، بالنسبة نعم. للذين لا يزالوا الآن يعني يعانون من كل هذه الممارسات ولا يزالون الآن داخل مدينة الموصل تحت سيطرة واحتلال داعش لهذه المدينة، بحسب ما يصلكم من معلومات من الداخل، ما طلباتهم؟ بماذا يناشدون؟ هل ينتظرون أي فرصة نحو النجاة؟ هل من معلومات سجلت عن بعض الأشخاص حاولوا الهروب ربما من المدينة والهروب من احتلال داعش الآن؟ طبعا ماكو طريق الهروب، أما على الرغم هذا الناس يهربون من مدينة الموصل، وعندما يجون يحكون عن مدينة الموصل إنسان يبكي من هذا الظلم التي ليس شاهدها في طول التاريخ مدينة الموصل. وأيضا داخل هذا المدينة لا يوجد يعني إنسان قادر على استمرار العيش، مثل ما قلنا تحت خط الفقر يعيشون أهالي مدينة موصل، وحتى يموتون من الجوع أهالي مدينة موصل، تقريبا مثل مضايا صار مدينة موصل. وكثير من أهالي مدينة موصل الذين هربوا من مدينة موصل الآن شالوا السلاح ويريدون من تحرير مدينتهم أن يشاركوا مع البيشمركة أو مع الجيش التي يريد تحرير مدينة موصل. وداخل مدينة موصل يوجد بعض مرات بالليل يهاجمون مقرات داعش الإرهابي ويكون خلافات أو انطلاق حرب بيناتهم. على نعم الرغم هذا يوجد خلافات بين تنظيم داعش الإرهابي وبين جماعة نقشبندية المنتمي لعز الدوري، أو بين جماعة أبو بكر البغدادي وجماعة أبو عمر التشيتشاني. يعني أهالي مدينة موصل باعتقادي ليس مكتوف الأيدي، نعم هم حاضرين إذا بيشمركة أو قوات التحالف الدولي أو جيش العراقي نعم بتنسيق هاتف على مدينة موصل، هم يساعدون القوى التي يريد تحرير مدينة موصل. أشكرك جزيلا على هذه المشاركة معنا سيد سعيد مموزيني، مسؤول إعلام الحزب الديمقراطي الكردستاني في الموصل، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من أربيل عبر سكايب، شكرا لك. أصدر الرئيس الأمريكي باراك أوباما توجيهات لمستشاريه في مجال الأمن القومي للتصدي لمحاولات داعش التوسع في ليبيا ودول أخرى، وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أنها أرسلت عددا من العسكريين إلى ليبيا لمحاولة إجراء محادثات مع قوات محلية للحصول على صورة أوضح لما يحدث هناك على وجه التحديد. في المقابل كشف الناتو سعي داعش الحثيث لامتلاء كي أسطول بحري سريع في منطقة البحر الأبيض المتوسط لتنفيذ هجمات انتحارية ضد السفن التجارية وخاصة سفن الرحلات السياحية البحرية،
وفق ما نقلت صحيفة التلغراف البريطانية. وأكد قائد القوات البحرية التابعة لحلف الناتو نائب الأميرال كليف جونستون أن داعش يبحث توسيع حضوره في المدن الساحلية لشمال ليبيا لتسهيل الانطلاق بزوارق سريعة بعد تفخيخها لضرب أهداف تجارية وسياحية غربية في البحر الأبيض المتوسط. عبر الهاتف مباشرة من بغداد ينضم لنا الدكتور هشام الهاشمي خبير الجماعات المتشددة. دكتور هشام مساء الخير، أهلا بك معنا. إذن التقارير الاستخباراتية للناتو تتحدث عن سعي داعش لتنفيذ هجمات انتحارية ضد السفن التجارية وأيضا السفن السياحية الكبرى في البحر المتوسط انطلاقا طبعا من ليبيا. كيف تفسر لنا ذلك؟ يعني إذن بعد الهجمات الإرهابية برا، بعد الهجمات الإرهابية جوا باستهداف بعض الطائرات المدنية، هل جاء الدور الآن على البحر؟ بالتأكيد تنظيم داعش يستغل أي فرصة للقيام بعمليات إرهابية سواء كانت بطريقة عمليات انتحارية بحرية وحتى طرق القبصرة. هو بالغالب يحاكي أساليب تنظيم القاعدة أشبه ما تكون بعملية المدمرة كولن الشهيرة في اليمن التي حدث فيها ما حدث، وأيضا عمليات القبصرة التي كانت تقودها جماعات متطرفة في الصومال. بالتالي هو يمتلك هذه الاستعدادات، فكثير من الليبيين والسوانسة لديهم القدرة على القيام بعمليات بحرية سواء كانت على طريقة الانتحارية أو على طريقة القراصنة لتهديد السفن التجارية والسفن السياحية. هو في ذلك يريد أن ينقل الحرب إلى تهزيز هذه المنطقة سواء كانت بريا أو تهزيمها بحريا، وهو غير عاجز عن ذلك. هذا الموضوع ممكن، والانتباه إليه كانت خطوة جيدة من الاستخبارات الأوروبية. طيب بعد الخسارات المتتالية دكتور في سوريا وفي العراق سواء في الأراضي التي كان يحتلها أو في ربما موارده النفطية أو الموارد الاقتصادية الأخرى التي كان يعتمد عليها، هل داعش الآن يحاول تأسيس منصة له في ليبيا؟ بعد ما هذه المحاولات ما مدى احتمالات استطاعته فعل ذلك بالفعل، وما مدى الخطر الذي يمثله ذلك على الدول الأوروبية ودول المنطقة بالنظر طبعا إلى القرب الجغرافي لليبيا؟ واقعا داعش بدأت تنقل بعض القيادات التي هي مؤسسة لتنظيم داعش في العراق وسوريا باتجاه ليبيا، وهذا يعني أن داعش بدأت تبحث عن وطن بديل أو مكان بديل لها، وليبيا هي مناسبة لها خاصة حينما بدأ بالسيطرة على أهم المدن في الهلال النفطي الليبي. أيضا ليبيا هي تهديد كبير بالنسبة لدول شمال أفريقيا، ربما بعض هذه الدول لديها مناعة مثل الجزائر، لكن دول جنوب ليبيا دول عاجزة أن تقاوم مثل هذه الجماعات فضلا على تهديده المباشر عن طريق البحر أو حتى عن طريق النفوذ باتجاه أوروبا. أتوقع أن الساحة الليبية اليوم هي ليست أقل خطورة وتأثيرا على العالم المتمدن من جبهة العراق وسوريا. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا الدكتور هشام الهاشمي خبير الجماعات المتشددة، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من بغداد. فاصل قصير مشاهدينا، بعده نعود لنتابع. صقيع وثلوج وموجة برد قارصة في دول الخليج. أهلا بكم من جديد. أعلن المكتب الإعلامي التابع للهيئة العامة لمدينة يبرود في ريف دمشق عن أول حالة وفاة نتيجة البرد تم تسجيلها في مخيمات اللاجئين السوريين في بلدة عرسالة اللبنانية قرب الحدود السورية، في ظل غياب المنظمات الدولية عن المعاناة الإنسانية التي يعيشها اللاجئون داخل المخيمات. ولفت الأطباء إلى أن حالة الوفاة بقيت أكثر من 12 ساعة حتى موعد اكتشافها، بينما ظهرت علامات الزرقة بشكل واضح على الوجه واليدين اللتين تجمدتا كليا، فيما كان الجسم متيبسا بشكل عام. عبر الهاتف من أبو ظبي معنا السيد محمد أبو عساكر المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إذن تم تسجيل أول حالة وفاة جراء البرد،
وطبعا منذ السنوات الماضية وفترة فصل الشتاء وفترة البرد القارس هي متوقع فيها أن يحصل مثل هذه الحالات في صفوف اللاجئين السوريين. لكن الآن تقرير ربما لفت إلى نقطة مهمة وقال في سياق الحديث عن هذه الحالة في ظل غياب المنظمات الدولية عن المعاناة الإنسانية، كيف تردون على ذلك باعتباركم مهتمون بشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟ مساء الخير لك خديجة ولجميع المشاهدين. نحن بداية نأسف لأي شخص لاجئ يعني يصاب به سوء نتيجة هذا البرد الذي يضرب المنطقة الشرق الأوسط. الآن المفوضية عملت مع المنظمات الدولية من أجل تأمين المساعدات الإنسانية الخاصة بفصل الشتاء، ولكن من بين 4,000 لاجئ والأكثر من 6 ملايين نازح في داخل سوريا لم نتمكن من تقديم المساعدات الخاصة بفصل الشتاء سوى 2.5 مليون شخص هم الأكثر عوزا، وحسب ما هو متوفر من المساعدات لدى المفوضية والخاصة بفصل الشتاء. لدينا كذلك مساعدات أخرى مثل المأوى والغذاء والمشرب للاجئين. نحن لا نستطيع أن نوفر كل الاحتياجات التي يحتاجها هؤلاء اللاجئين في ظل تدني في مستوى التمويل، حيث أن ما وصل خلال العام الماضي وفقط 53% مما طلبت به المنظمات الدولية. طيب لكن هي عبارة عن خيم فقط، يعني خاصة في لبنان وفي مخيمات اللجوء الأخرى، وهناك عواصف ثلجية وبرد قارس، يعني ربما أصبحت الأولوية بالنسبة لهم هي وسائل التدفئة قبل الغذاء أو قبل أي شيء آخر. يعني إذا لم تستطيعوا أن تساعدوا كل هؤلاء اللاجئين، ما مصير البقية إذا ما استطعتم مساعدة القليل فقط أو رقم صغير فقط؟ المفوضية قامت بتقديم المساعدات الخاصة بفصل الشتاء منذ شهر سبتمبر وأكتوبر الماضيين، حيث وفرنا المازوت ووسائل التدفئة والبطانيات الحرارية والأغطية البلاستيكية التي تقي من الأمطار، ولكن ما هو مقدم غير كافي لعدد اللاجئين. نحن نتحدث على أكبر أزمة إنسانية، ولا يجب على المجتمع الدولي أن يضافر جهوده ويضاعف جهوده خاصة في ظل هذا البرد القارس في فصل الشتاء. نحن نقول أننا قمنا بتقديم مساعدات، المساعدات التي قدمناها غير كافية. هذا هو بكل أسف أقول أن نقص التمويل ونقص الخدمات دائما يدفع ثمنه اللاجئون من أجسادهم والبرد القارس الذي يعيشونه. طيب الآن لمحاولة مساعدة البقية، محاولة حماية اللاجئين وعدم تسجيل أعداد أكبر في صفوف الحالات الوفيات، بماذا تنشدون؟ بماذا تطالبون؟ ما حجم ربما التمويل الذي تحتاجه المفوضية لكي تساعد الآخرين؟ المفوضية لم تعتمد فقط على المساعدات من الدول المانحة، أطلقنا مبادرات عبر المواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بتنسيق مع شركاء. هناك حملة اسمها دفء قلوبهم، وهي خاصة بتوفير المساعدات للاجئين في لبنان تحديدا. حملة دفء قلوبهم كانت قناة الآن من ضمن المشاركين والداعمين لهذه الحملة. كذلك أطلقنا خلال الأسبوع الماضي حملة أخرى بتنسيق مع مؤسسة الوليد الإنسانية، وحملة مماثلة مع مؤسسة القلب الكبير لسمو الشيخ جواهر محمد القاسمي. هذه الحملات تقوم بها المفوضية من أجل سد العجز الذي تطالب به في توفير المساعدات الإنسانية الخاصة بفصل الشتاء لهؤلاء الأشخاص. نطالب كل من يسمعنا والدول المانحة والشركاء والمؤسسات والشركات بالمساعدة بتقديم المساعدات لدى المفوضية ودعم الحملات الخاصة بفصل الشتاء لكي نتمكن من توفير شتاء دافئ لهؤلاء اللاجئين في ظل هذا البرد القارس جدا. طيب هل هناك ربما من قوافل جديدة، من مساعدات جديدة ستدخل إلى مخيمات اللجوء في سواء لبنان سواء الأردن لكي على الأقل نطمئن من يتابعون الآن من لاجئين، يعني إن كان هناك من وسائل تدفئة من مساعدات جديدة خلال الأيام القليلة القادمة؟ العمل لم يتوقف من قبل المفوضية والشركاء، نحن نعمل على مدار الساعة، طواقمنا موجودة في الميدان تتابع كل الحالات أولا بأول وتقدم لها ما هو متوفر لدينا من المساعدات توفير الدفع لهؤلاء الأشخاص. نحن نأمل أن تتوفر لدينا المساعدات في أقرب وقت ممكن لكي نوفر الدعم لكل اللاجئين. كل شخص خارج سوريا الآن هو بحاجة لمساعدة، كل لاجئ ما كان متوفر لديه من أموال قد نفذت تماما، وهم الآن يعيشون في أصعب الظروف وخاصة في فصل الشتاء الذي يعتبر أكثر فترة يحتاج فيها اللاجئون للمساعدة. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا السيد محمد أبو عساكر المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كنت معنا عبر الهاتف من أبوظبي.
تشهد منطقة الخليج منخفضا جويا نادرا، إذ غطت الثلوج مناطق في شمال السعودية وغربي الكويت، في حين سجلت درجات الحرارة سجلت انخفاضا كبيرا في البحرين وفي دولة الإمارات العربية المتحدة وخاصة في المرتفعات الجبلية. ومن المتوقع أن تبدأ الموجة الباردة في الانحصار وأن يطرأ تحسن تدريجي على درجات الحرارة في منتصف الأسبوع الجاري. ثلوج وصقيع في ظاهرة نادرة تشهدها دول الخليج العربي وسط درجات حرارة منخفضة بلغت في بعض الأحيان ما دون الصفر مئوية في مناطق شمال دول مجلس التعاون. تلك الصور ليست في أوروبا أو أمريكا، إنها في المملكة العربية السعودية التي كانت الأكثر حظا في هذه الموجة، حيث بلغت درجة الحرارة في حائل شمالا 6 تحت الصفر مئوية في ظاهرة نادرة تسببت بتشكل الجليد على المياه السطحية وأنابيب المياه بعد يوم من تساقط الثلوج في الهجر وعرعر والقرى القريبة منهم، حيث أكد مركز الأرصاد أنه من المتوقع أن تبدأ الموجة الباردة في الانحسار ويطرأ تحسن تدريجي على درجات الحرارة هذا الأسبوع. وفي دولة الإمارات أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن درجة الحرارة على قمة جبل جيس في رأس الخيمة سجلت بين 1 و2 مئوية، في حين بلغت درجات الحرارة في المناطق الساحلية والعاصمة 18 مئوية. أما الكويت فقد اقتربت درجات الحرارة من درجة الصفر في بعض المناطق، فيما غطت الثلوج منطقة السالمي غرب العاصمة. مملكة البحرين أيضا شهدت انخفاضا في درجات الحرارة، فكان للرياح الشمالية الغربية قوية السرعة أثرا في هذا الانخفاض بحسب مواقع الطقس البحرينية. خبراء الطقس رجحوا أن ظاهرة الثلوج في المنطقة أمر يرجح إلى تفسيرات علمية، أقربها هو أن قطرات المياه التي هطلت مرت بدرجات حرارة منخفضة في الجو فسقطت على شكل ثلوج. تلك الموجة الباردة قد تنحسر منتصف الأسبوع الجاري وتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها بحسب ما رجحه خبراء الطقس، مرجحين أن تشهد الأيام القادمة هطول أمطار في بعض المناطق وخاصة شمال السعودية. تتسابق الشركات والعلماء على ابتكار لقاح مضاد لفيروس زيكا مع تنامي المخاوف من الفيروس الذي يحمله البعوض، وارتبطت الإصابة به بظهور تشوهات عند حديثي الولادة وينتشر سريعا في الأمريكتين. أوضح قائمون على تطوير اللقاح للفيروس أن إنتاج مثل هذا اللقاح للاستخدام العام قد يستخدم شهورا على الأقل إن لم يكن سنين، في حين أفاد أحد أهم القائمين على تطوير اللقاح بأن أقرب المشاريع إلى إنتاجه هو مشروع شركة إينوفيو للمستحضرات الدوائية، وبإمكان هذه الشركة إعداد اللقاح للاستخدام الطارئ قبل نهاية العام. إذن قلق عالمي شديد أثرته الأخبار المتناقلة عن الانتشار الواسع لهذا الفيروس، فيروس زيكا، خصوصا في الأمريكتين، ما دعا منظمة الصحة العالمية لتشكيل فريق طوارئ لمحاولة السيطرة على الانتشار السريع للمرض. لكن القلق الأكبر جراء انتشار الفيروس على نطاق واسع هو في الأمريكتين، فما الذي يثير قلق الأمريكتين؟ الجواب في هذا الرصد الذي أجرته وكالة رويترز لمجموعة من الحقائق حول فيروس زيكا. نرصد لكم فيما يلي مشاهدين أهم الأسباب التي تجعل من زيكا خطرا مثيرا للقلق حول العالم وخصوصا في الأمريكيتين. أولا، فيروس زيكا ينتمي إلى عائلة الفيروسات المصفرة أو المسببة للحمى الصفراء ولا يوجد له مصل واق. ظل الفيروس محصورا في إفريقيا وفي آسيا من الخمسينيات وحتى عام 2007 حين امتد شرقا إلى جنوب ووسط أمريكا. ينتقل الفيروس عبر بعوض من جنس الزاعجة المصرية والذي ينقل أيضا حمى الضنك والحمى الصفراء. منظمات الصحة العالمية قالت إنه لا توجد أدلة حتى الآن على أن فيروس زيكا ينتقل إلى المواليد عبر الرضاعة الطبيعية. منظمة الصحة العالمية قالت أيضا إنه تم عزل فيروس زيكا في الحيوانات المنوية للإنسان، كما أن هناك حالة عدوى محتملة من شخص لآخر من خلال العملية الجنسية، لكن هناك حاجة إلى المزيد من الأدلة للتأكيد على أن الاتصال الجنسي هو وسيلة من وسائل انتقال هذا الفيروس. لا تظهر أعراض المرض إلا على واحد من كل 4 مصابين بالفيروس، ويمكن عدم رصد عدد كبير من الحالات، وهو ما يصعب معرفة الحجم الحقيقي لتفشي المرض خصوصا في الأمريكيتين.
عادة يكون مرض فيروس زيكا غير حاد نسبيا، ومن أعراضه حكة الجلد والحمى وألم المفاصل والعضلات، وتستمر نحو أسبوع، ومن غير الشائع أن يحتاج المصاب بهذا الفيروس إلى النقل للمستشفى لتلقي العلاج. تقول منظمة باهو إنه لا يوجد في الأمريكيتين دليل على أن الفيروس يمكن أن يؤدي إلى الوفاة، لكن وردت تقارير عن حالات متفرقة لحدوث مضاعفات خطيرة لدى أشخاص يعانون من أمراض أو حالات أخرى تؤدي إلى الموت. يقول باحثون في البرازيل ومنظمة الصحة العالمية إن هناك أدلة متنامية تربط بين فيروس زيكا وصغر الرأس، وهو خلل في النظام العصبي يؤدي إلى مواليد ذوي رؤوس وأدمغة أصغر من المعتاد. في شمال شرق البرازيل رصدت زيادة كبيرة في حالات المواليد المصابين بصغر الرؤوس والأدمغة، وقالت وزارة الصحة البرازيلية إن حالات الإصابة المشتبه بها بين المواليد بصغر الرؤوس ارتفعت إلى 3893 حالة حتى 16 من يناير كانون الثاني الجاري. يوجد في البرازيل أعلى معدل للعدوى بفيروس زيكا، بعد البرازيل تأتي كولومبيا، كما وردت تقارير تتحدث عن تفشي الفيروس في الإكوادور، سلفادور، غواتيمالا، هايتي، هندوراس، المكسيك، وبنما، وباراغواي، وبورتوريكو، وسورينام، وفنزويلا، وفي دول أخرى أيضا. قالت وزارة الصحة في كولومبيا إن زيكا أصاب 13,500 شخص في البلاد، ويمكن أن يشهد هذا العام 700,000 حالة إصابة. وقال رئيس كولومبيا خوان مانويل سانتوس إن التقديرات تشير إلى أن 500 مولود سيصابون بالمايكروسيفالي أو صغر حجم الرأس والدماغ. نصحت وزارة الصحة في كولومبيا النساء بتأخير الحمل بين 6 و8 أشهر لتفادي مخاطر محتملة ذات صلة بزيكا. أما وزارة الصحة في جامايكا فنصحت النساء بتأخير الحمل أيضا من 6 أشهر إلى عام، بينما نصحت السلفادور نساءها بتأجيل الحمل حتى عام 2018. في وقت سابق من الشهر حذرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها النساء الحوامل بتفادي السفر إلى 14 دولة ومنطقة في أمريكا اللاتينية والكاريبي فيها حالات إصابة بفيروس زيكا. احتفلت بلدة إيطالية صغيرة في إقليم بيمونتي الإيطالي بولادة أول طفل فيها منذ عام 1987، وقال رئيس بلدية أسيتانا الواقع في جبال بيمونتي إن ولادة الطفل حلم تحقق لمجتمعهم الصغير الذي شهد تراجعا في عدد السكان على مدى 100 عام الماضية، حيث يصل عددهم حاليا إلى حوالي 85 نسمة يعيش نصفهم فقط بشكل دائم في البلدة. وأوضح رئيس بلدية أستانا أن عدد سكان البلدة بدأ ينخفض منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ولكن معدل الولادات بدأ ينخفض بشكل ملفت مع بداية عام 1975. وسط دهشة الجميع كان زوار حوض أسماك ضخم في العاصمة الكورية الجنوبية سيول شهود على نهاية دامية لخلاف بين سمكتي قرش أفضى إلى ابتلاع السمكة الكبيرة للسمكة الصغيرة، وأشار أفراد من طاقم العمل في الحوض المائي إلى أن نزاعا على السيطرة على جزء من الحوض نشب بين سمكة أنثى من نوع القرش، قرش الرمل الببري، وأخرى من فصيلة أسماك قرش مختلفة يوازي حجمها نصف حجم السمكة الكبيرة، وانتهى النزاع الذي يحدث عادة في موسم التكاثر إلى أكل الكبرى للسمكة الصغرى. للمزيد دائما مشاهدينا تابعونا على موقعنا الإلكتروني، أيضا تواصلوا معنا دائما عبر فيسبوك وتويتر، وتابعوا بثنا المباشر على موقع تلفزيون الآن على الإنترنت. بهذا نصل إلى ختام، شكرا للمتابعة، أعود ألقاكم على رأس الساعة القادمة وحلقة جديدة من أكثر من عنوان.